طيب احنا معانا لحضراتكم بقى خبر حلو بعيدا كل البعد عن كره القدم، وهو تاهل مصطفى عسل لاعب النادي الاهلي والمصنف رقم 6 عالميا لرجال الاسكواش الى الدور ربع النهائي في بطوله كناري كلاسيك لرجال الاسكواش واللي بتستضيفها لندن، وده بعد ما فاز على منافسه الانجليزي ادريان وولر في دور ال 16 بنتيجه 2-0. جاءت نتيجه الشوطين كالتالي حضراته، ده يوريكم حجم السيطره يعني بتاعه لاعبنا، 11-1 و11-4. طبعا بتشهد النسخه الحاليه غياب حامل لقب النسخه الماضيه عن المشاركه وهو محمد الشرباجي المصنف الثاني عالميا، بالاضافه لانسحاب 4 لاعبين مصريين هم مروان الشرباجي المصنف رقم 8 ومازن هشام ومحمد الشربيني وكريم عبد الجواد. وطبعا بنتمنى كل التوفيق اللي في الدنيا لمصطفى عسل ان شاء الله. بص، الاسكواش هيفضل او يعني هتفضل الرياضه اللي مصر فعلا متالقه فيها على مدار سنوات طويله جدا، يعني احنا عندنا اسامي مشرفه جدا يا كريم، سواء نسائي او رجالي، يعني زي ما بتقال كده عدوا ايه اسمها ايه، عد ولا حاجه ولا حصى، لا تعد ولا تحصى. انا قلت ايه حصى ايه حصى؟ لا مش دي برضو اللي انا عايزه اقولها، مش لا تعد ولا تحصى. لا مش لا تعد. طب استني افكر في غيرها. حدث ولا حرج. أيوة. معلش يعني الصبح. فلا عندنا اسامي كبيره جدا جدا، وبطوله الجونه الدوليه للسكواش كمان بتبرز يعني قامات كبيره قوي في هذه اللعبه، فيعني وليها متابعين كبير جدا على المستوى الدولي زي ما اتكلمنا برضو، ودي بطوله من البطولات اللي بتروج يعني للسياحه، فحاجه كانت مشرفه جدا، اسماء متالقه ولسه زي ما اتقال كده المصنع شغال فعلا. أيوة. يعني جيل ورا جيل ورا جيل، طبعا بدايه من زمان جدا احمد براده لغايه دلوقتي بنتكلم في مصطفى عسل.